ينضم إلينا من حمص مراسلة الإخبارية السورية شيرين العلي، حياك الله شيرين. نعم زميل إياد، تحية لك ولكل زملائنا في الإخبارية السورية. نعم شيرين، لو تطلعين على آخر التطورات الميدانية اليوم في حمص. نعم في إطار العمليات العسكرية لتحرير ريف حمص، بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية مباغتة صباح يوم الأحد الماضي بالقرب من طريق حمص تدمر، بهدف توسيع طوق الأمان حول الطريق ولتحرير القرى الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى مواصلة التقدم في حقل الشاعر لاستعادة السيطرة على بعض الآبار وتوسيع نطاق السيطرة ما حول الحقل، حيث نجح الجيش العربي السوري بمؤازرة الدفاع الوطني بفتح جبهة معركة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي بريف حمص الشرقي، حيث بدأت المعركة صباح يوم الأحد الماضي من محوري جبال الشومرية وجب الجراح، وتمكن من السيطرة على قرى الخليلية والتدمرية وجباب حمد ورجم القصر والرجم العالي، فيما دارت معارك شرسة للسيطرة على تلة الإعلام التي تعتبر من معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة المشرفة على قرى الشنداخيات وأم صهريج وعنف الهوى، التي كانت طيلة 3 سنوات من النقاط الرئيسية التي استخدمها التنظيم الإرهابي لشن هجماته باتجاه قرى مكسر لحصان وأم السرج وأبو العلاية والمسعودية وجب الجراح، كما كانت منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه تلك القرى، حيث استهدفها التنظيم الإرهابي بآلاف القذائف الصاروخية خلال الفترة السابقة والتي تسببت باستشهاد عشرات المدنيين. لكن بعد سيطرة الجيش العربي السوري على تلة الإعلام وتريكس في جبال الشومرية، تعتبر السيطرة على هذه المناطق ذات أهمية كبيرة لأنها تحمي خطوطه ونقاطه الجديدة في محيط جبل شاعر وأبار الغاز فيه، كذلك تضمن حماية بلدة جب الجراح والقرى المحيطة، وتقطع الطريق على تنظيم داعش للتوسع أكثر في ريف حمص الشرقي، كما تؤثر على تواجد التنظيم في ريف سلمية الشرقي وبعض في بعض القرى التي تعتبر من معاقلها الرئيسية كجيربات. نعم. وفي الليلة الماضية تصدى الجيش العربي السوري بمؤازرة قوات الدفاع الوطني لمجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي التي حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش غرب مكسر الحصان في سلسلة جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعداد. نعم إياد. نعم شيرين، بما يتعلق بموضوع المصالحات، كنا قد سمعنا بعض المعلومات تتحدث عن إنجاز عملية المصالحة أو إنجاز عمليات مصالحة في ريف حمص باتجاه الحولة باتجاه الرستن، ما حقيقة هذه المعلومات؟ هل فعلا هناك مساعي؟ هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم زميل إياد، النجاح الذي يسطره الجيش العربي السوري في الميدان يقابله أيضا نجاح على صعيد المصالحات، لكن في حمص مبدئيا. بالنسبة لحي الوعر، اقتربت مرحلة تنفيذ اتفاقية تسويات ومصالحة حي الوعر بمحافظة حمص من أيامها الأخيرة بعد أكثر من شهر على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة. بالنسبة لمصالحات الريف الشمالي، هناك فعلا مساعي ولكن إلى الآن لا يوجد شيء على الأرض، هناك فقط مساعي، ربما بعد الانتهاء من مصالحة الوعر وعودة حي الوعر إلى حضن الوطن هنالك نجد خطوات أكثر على الأرض بريف حمص الشمالي. نعم، كل الشكر لك شيرين العلي مراسلة الإخبارية السورية من حمص، شكرا لك.